انتهت إلى الخط الهاتفي ورياض عبد الله معلم سياقة وعضو نقابة معلمي سياقة. صباح الخير. صباح الخير لك ولجميع المستمعين نعم، والمشاهدين ولضيفتك كيتي كمان. يسعد صباحك أستاذ رياض. يعني مع هذا الانتشار الكبير بالتحديد في قرانا وبلداتنا العربية للدرجات الهوائية الكهربائية، هل ارتفعت نسبة الأخطار اليوم أمام سائقي السيارات بالتحديد؟ أخي اسمح لي بداية أن أقدم تعازي الحارة لأهل الضحية اللي في مثل هذا اليوم من العام الماضي، يارا حمودي حمادي من جفا شفا عمر. عامر، ولجميع الضحايا اللي راحوا بسبب الوضع الجديد اللي احنا بنعاني منه في طرقاتنا وفي قرانا وفي مدننا بالذات العربية. بداية احنا نعرف الدراجة الكهربائية هي وسيلة نقل على عجلتين اللي هي بتمشي بقوة الموتور الكهربائي، وفي تحديدات يعني حتى المنتج اللي انتجها لاستعمال مثل ما تفضلت الأخت كيتي لاستعمال نصل من مكان إلى آخر، وفي زحمة السير اللي موجودة في قرانا وفي مدننا هي وسيلة يعني ممكن تكون وسيلة ناجعة وتوفر علينا وقت وكمان تخفف من الازدحامات. صحيح. ولكن احنا بنيجي بنقول هيك انه احنا كمجتمع نعاني من عدم الالتزام في القوانين، والقوانين بالنسبة لنا هي اجت بس انها تحدد حريتنا، لا انا اللي بقوله شيء ثاني، القوانين انوجدت انها تحمينا انها تحافظ علينا، فالقانون لازم احنا نمشي حسبه مش بس خوفا من العقاب انما محافظة على سلامتنا وسلامة الاخرين. في انا يعني شغلة مهمة جدا اللي لازم احنا نعقب عليها انه الاولاد مراهقين صح مثل ما تفضلت الاخت، وبيحاولوا انه يبرزوا نفسهم في عدة شغلات منها التراكتورونات ومنها الدراجات الكهربائية، ولكن وين دور الأهل؟ الأهل يعني لازم لهم دور أكبر بكثير. ممنوع الأب أو الأم يسمح لابنه اللي هو تحت سن الـ16 سنة إنه يطلع على دراجة كهربائية، وإذا صار 16 سنة وبيقدر يطلع من ناحية قانونية كمان يكون مثقف ثقافة تامة وكاملة كيف يستعمل هاي الدراجة، يلبس الخوذة ويمشي على طرف الشارع مش على الرصيف، ويحاول انه يطلع من المكان اللي بده يطلع منه للمكان اللي بده يوصل للمدرسة او لاي مكان اخر بامان. اليوم كمان شغله صحيح، يعني بس استاذ رياض يعني اذا بدنا نحكي شوي عن الامور اللي عم بتصير على ارض الواقع، هو حاليا الشوارع الرئيسيه حتى اللي بتربط البلدان والقرى بين بعضها البعض اليوم عم نلاحظ وجود دراجات كهربائيه هوائيه. يعني لازم الأهل يهتموا. صحيح، لازم إجراءات حذر ووقاي وأمان وما إلى ذلك، ولكن اليوم خذ سيارتك من الناصر إلى مش عارف شفا عمر أو لا كفر كنا أنا أو من كفر كنا للمشهد أو ل يعني اليوم أنا بتلاحظ إنه في وجود دراجات كهربائية. في وجود دراجات كهربائية وفي الوضع اللي موجود يعني من ناحية بنية تحتية في كل المجالات، وبالذات يعني هذا المجال احنا نفتقر يعني في الدولة ككل وفي الوسط العربي على شكل خاص، انه احنا نفتقر لأبسط الأمور اللي لازم تكون حتى احنا نقدر نستعمل هاي الأدوات. هاي الأدوات انوجدت، يعني انا بحب اقول انه كل انسان سافر على اوروبا بشوف انه للدراجات فيه مسالك مسلك خاصة. خاص ملون بلون احمر او برتقالي، وهذا له الافضليه يعني افضليه عن السيارات كمان وعن المشاة. نعم، فاحنا تنصل لهي النقطه الله بيعلم قديش بدنا. صحيح استاذ رياض، خليك معنا على تفضل تفضل كمل. ولكن انا كمان بحب اعقب على شغله مهمه جدا، انه كمان اللي بيبيعوا او اللي بيعملوا تطوير لسرعة الدراجة انها تصير تمشي بسرعة اعلى، اليوم السرعة لازم تكون لحد 25 كيلومتر بالساعة. نعم. ف
ف 25 كيلو متر بشوارع مفتوحة لها طبعا. مركبه بطيئه، بصير بطوروها بتصير تسرع اكثر. فبنشوف احنا يعني انت بتشوفه وانا بشوفه وكل المستمعين والمشاهدين بشوفه، انه في اولاد 10 و11 سنه و7 سنين و8 سنين بيركبوا دراجه كهربائيه. انا كمان بحب اتوجه للاهل عن طريق المنبر اللي اعطيتوني اياه انتم، مشكورين للاهل، انه يا عمي امسكوا اولادكم بلاش يطلعوا على دراجات كهربائيه، وحتى نمنع الضحيه القادمه. نعم، شكرا جزيلا لك رياض عبد الله، معلم السياقه وعضو نقابه معلمي السياقه، على هاي المداخله.